أول مرة يعني يمكن جنابي أستاذ محمد إني طالعين ويا أكثر من كذا لقاء. إحنا يعني مو ضد التظاهرات ولا ضد الإخوان اللي يطلعون ما يسمى بثوار تشرين، ذول اليوم أصحاب حقوق، شعار نريد وطن صحيح، وطننا كان مسلوب ووطننا كذا. الناس تحررت تقول لك أنا أريد وطني، أريد ثورات، أريد خيراتي، أريد الخدمات مالتي، أريد ميزانيتي. لحد الآن إحنا بالشهر الثامن وميزانية ماكو. الناس من حقها الطالب نظر، واليوم ضرغام ما يمثل ثوار تشرين ولا يمثل حتى أهل الحلة نفسهم. أهل الحلة عندهم، عندنا أصدقاء وعندنا بثوار تشرين أصدقاء، وخابروا وقالوا لا ما تم التنسيق كلام مع الجميع. مقبول شيخ رعد، كانت تريد يطلع حقوقه بالبصرة وتعوفه من الرمادي تمنعه، هو ما يصير هذا الكلام. هو مواطن عراقي يحارب الفساد مثل ما طلع عادل عبد الميد يريد يطلع رئيس البرلمان، عود ليش بالبصرة حلال وبالرمادي حرام يصير مو متظاهر؟ شيخ رعد والله ما اريد اوقف وياه يعني، بس هذا تساؤل منطقي اريدك تجاوبني عليه، ليش هنا يصير وهنا ما يصير؟ انت ويا استاذ حسام؟ طبعا وياك. اني ما يزمو، اني مو انا مو السيتي سنتر، انا مو المركز. الرمادي قضى حاله حال الحله وحاله حال خوب، يقعد يمه بالحله ويطالب ويناشد رئيس الوزراء. انت شايف واحد جاي ويا لوري تايرات كله مشلن والسيم طالع ويحرقها بالسريع، والله تعال رجعونا شركه سيمينز، تعال طلعونا جين. هو الحلبوسي يقدر يطلع مسجون؟ يقدر يطلع عنده قرار يطلع؟ هو سلطة تشريعية تشرع القوانين وعلى ضوءها هذا يروح للوزارة الفلانية وذاك كذا. احنا ناس فاهمين ونعرف الدستور وصياغاته وقنواته القانونية. ما يصير انت تجي يعني البرلمان موجود في بغداد، ليش الصدرين فاتوا؟ اسألك سؤال حتى انتقل للمحور الثاني شيخ رعد، اريد اسألك سؤال حتى انتقل للمحور الثاني. لو رايح ضرغام، لو رايح السيد ضرغام ويا جماعته وشايلين مثل ما تقول تايرات يردون يحرقوها بالناصريه ومنعوا من الدخول في الناصريه وربما قمعوا، كان شنو كان موقفكم انتم؟ كان وقفتوا ضدهم وقلتوا الناصريه حقها؟ لو كان قلتوا هذا قمع وذولا كذا، وشلون يسوون بيهم؟ خلينا نوصل الفكره استاذ حسام. من حقه ابو الناصريه، من حقه، هاي بيئته وهاي اهله ويعرف الغريب، وصارت بينا احنا ك ناس طلعنا نازحين وطلبوا من عندنا الا كفيل ياباني عراقي ابن البلد، هاي هويتي ام الفسفوره، يقول لك لا ترجع. زين ليش هذا من شن نزل رجعني يقول لي انت غريب؟ ما